يا مرحبا بالناس الطيبة، إن شاء الله تكونوا بخير. تعالوا اليوم نسوي معجنات لذيذة شهية بالجبن وباللحم. يا سلام سلم، نشوف المنظر. شوفوا طبعا أنا سويت رتبتهم وكملتهم، وطبعا الطريقة مال العجين هي من ميس الريم، قناة ميس الريم. طبعا العجينة كلش حلوة وشهية، وهاي راح استعمل هذا القالب ونفتح العجينة وشوفوا الطريقة شلون راح نسويها بالأخير، شنو راح يطلع. شفتوا الأشكال مالتها تجنن. طبعا راح أخلي لكم الوصفة بصندوق الوصف، ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. طبعا أول ما نبدي أنا كورتهم كور صغار، يعني مثل دوائر صغار، رتبتهم خليتهم ترتاح فد ربع ساعة، وبعدين فتحتها بهاي الطريقة وخليتها بالقالب. وبعدين الجبن طبعا استخدمت نوعين، جبن موزاريلا وجبن فتة، وخليت وياهم نعناع مجفف. وهسه راح نخليهم، هاي خليناهم بالعجينة، وهيجي هذا القالب راح نستخدمه. وشوفوا شكلها، يا سلام تجنن. طبعا راح اسوي لكم بعد وحدة لخت قدامكم حتى تشوفون الطريقة، سهلة وبسيطة، ما تحتاج أي شيء وأي مجهود. وهنا هم راح نرجع نخلي بالقالب العجينة، وبعدين نحشيها بالجبن مثل ما تشوفون. طبعا حطوا بيها الجبن لأن كثير تصير طيبة، هاي تفيد حتى بالريوق. وهالشكل وضبطوا عليها زين، وبعدين شيلوا الجوانب كلها حتى تطلع متماسكة. شوفوا شلون حلوة المنظر مالتها. وهنا أنا راح نسوي هسه نفسها، بس راح أفتحها بس بإيدي ونحشيها اللحم. اللحم طبعا هو لحم مفروم، حمسته وخليت فلفل أسود وياه وملح وقليل من المعدنوس، وإذا تحبون تحطون بصل بكيفكم بعد. وهاي الطريقة سويتها، شوفوا شلون طريقة التحشي مالتها، سهلة وبسيطة دائرية وما تحتاج مجهود. وعندنا أم الجبن درستها جبن، بس بقوا عندي 4 قطع عجين، ف ضغطتهم بالجبن من جهتين وسويتهم، وهذا شكلهم. وهسه نحمي الزيت الحار ونبدي نقلي بيها البورك مالتنا الشهي. يا سلام، شوفوا 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 شلون راح هسه تبدي تنفخ وتصير تخبل. شوفوها شوفوها. إذا وصلتوا لهذا المقطع لا تنسوني باللايك والاشتراك، تفعيل الجرس، سووا شير للفيديو حتى يوصل لعدد كبير. ويا ريت يا ريت تكتبوا لي تعليق حلو مثل قلبكم الحلو، وكتبوا لي من أي بلد أنتم تتابعون القناة مالتي، وإن شاء الله أني أعوضكم. أي واحد يكتب لي تعليق ويشارك الفيديو إن شاء الله أني ما راح أقصر وياه. طبعا دا احاول اقلبها بس دا تتنفخ. و باع 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 عشان شكل مالتها. الله الله، ما عطيكم معجنة من داخل، لا بالعكس، هسه افتح لكم بعدين وحدة وشوفوها. شوفوا شوفوا شوفوا، يا سلام يا سلام على الريحة، همينة تشهي تشهي تشهي. هاي طبعا تقدموها عصرية لو ويا الريوق الصبح ويا شاي، اوف يا سلام، ويلي عليها. هاي صار لي زمان ما مسويتها طبعا، وذكرتني بيها بنتي، قالت لي اريد منها تسوي لي، فسويتها. طبعا عجينتها كلش سهله وبسيطه، وحتى لو عجينه بسيطه عاديه انتم سووها هم من الصير. يعني عجينه 4 اكواب 5 اكواب طحين، وتحطون وياها زيت زيتون فد ربع كوب وملح والخمرة هي هاي اللي تحتاجوها، ولبن همينة، اللبن لأنه يساعد على إنه يتخمر زين العجين. وطبعا معلقة شكر وياها. إن شاء الله أكتب لكم الوصفة بصندوق الوصف، وراح أخلي لكم بعد روابط مال المعجنات. وهاي هنا أنا خليناها بالفرن، هاي القسم الثاني بالفرن اللي مو اللحم واللخم والجبن الفطاير. وهنا طلعناها، ويا سلام سلم، باع المنظر، باع باع. طبعا هذول 2 سويتهم بالجبن واثنين جبن، وحطيت عليهم بيض، طلعوا يا سلام، باع باع باع.
يمي يمي يمي. يلا كتبوا لي تعليقكم. شوفوا 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 الجمال، شوفوا الجمال، شوفوا من الجهتين جبن، وهاي بيض وجبن. يا سلام تخبل، الله الله. يلا كتبوا لي كتبوا لي. شوفوا شوفوا شلون راح، هنا انا راح اشوفكم شنو بطنها. يابا لذيذة وشهية. ده شوف شلون شكل، عبالك صمون. تخبل تخبل. يلا سوي شير للفيديو وتفضلوا ويانا. إذا أنتوا بأمريكا تعالوا تفضلوا، وإن شاء الله ما نقصر وياكم بالمعجنات.